في مدينة حيس سقطت بعض البنايات وتضررت أخرى بشكل جزئي جراء الأمطار والسيول في منطقة العكش الواقعة في خط الخوخة حيس جنوب مركز المدينة، وأتلفت كل محتويات المواطنين من مواد غذائية وغيرها، وتضررت أكثرها المباني المبنية من الطين والقش. من الله علينا بالمطر وتهدمنا البيوت وابتلنا الكنابل والفرشان والمواد الغذائية حقنا انتهت كلها ولا بقي لنا شيء. المطر صرفوا على صرف بدل عن البهدلة لا أكل ولا شرب. نزحت من الرون سبب الحرب العوية تنزل احنا نزحت للعكش وبرحنا الماء والسيول وربك هب علينا مطار ودهان بلل لنا المواد الغذائية وبلل لنا خربنا للبيوت وخربنا الشيء كله. قرية العكش يسكنها الكثير من النازحين الذين هجرتهم ميليشيا الحوثي من قراهم وأجبرتهم على الخروج منها، ناهيك عن أعداد كبيرة من المنازل تضررت شبه ذلك الضرر في قريتي بيت مغاري والسبعة، وهناك الكثير من المنازل المتضررة والمتواجدة أيضا في أحياء متفرقة في مركز مدينة حيس. الله الله حيس منكوبة، الله الله الأمطار يعني خير بس قفل بيوت الناس. الآن ناشد الفوضية، ناشد الفوضية بالخيم والإيواء ودل المنازل للإخوان مضررين. احنا مديرية حيس مركبة على ثلاث محافظات، اللي من الشرق يجي في حيس واللي من الغرب يجي في حيس، أصبحنا من موقن نكبة. ناشد الفوضية والناشد بلدنا على إنه الله الله الغاثة. وقرية العكش التي تعاني أيضا من الحرمان من كل شيء، من المأوى، من المأكل، من السكن، محرومة أيضا من الخيام التي أيضا تأوي النازحين. فنجد كثير من النازحين وكثير من المواطنين قد أصابت منازلهم الأمطار. مئات الأسر باتت متضررة بالسيول الجارية وهطول الأمطار المستمرة على المدينة، وأغلبها مساكين النازحين الذين نالت الأكثر تضررا وباتوا في العراء دون أي تدخل لإنقاذهم ومساعدتهم من قبل المنظمات الإنسانية والمتواجدة بكثرة في الساحل الغربي. حسام بكري، اليمن اليوم، الحديدة.